اللابكوت، الجلوفز إذا احتاجينا، عندنا جوجلز موجودة، النظارات اللي هي الواقية، كل هذه الأمور موجودة. الليديز أطلب منكم بناتي حبيباتي شعركم يكون تحت الصدرية لحفاظ عليه من المختبر وبيئة المختبر. أكيد أطعمة، تليفون، معرف، هاي الأشياء كلها نهتم بهذه السلامة وندير بالنا على هاي الأمور. المطلوب من عندكم ماماتي، راح أطلب منكم شغلة مهمة اللي هي طبعا احنا هذا المنهج إن شاء الله اللي راح نغطيه خلال المختبرات إن شاء الله، حيكون أكو تقديم وتأخير ما بين المختبرات بما يتناسب ويا الربط المواضيع أو الأجهزة المتاحة، فإن شاء الله هذه المواضيع هي اللي راح يغطيها المختبر. راح تتقسمون ضمن الجروب الواحد إلى مجاميع. انتم شو متعلمين على تقسيم المجاميع راح يبقى هو نفس السيستم ان شاء الله، وكذلك هماتي راح يكون باقي الدكاترة لهم دور في هذا التقسيم. المطلوب انه بعد ما نتقسم باتشر عندنا مختبر الاحد، الاثنين والثلاثاء والخميس. هذا الاسبوع ما عندنا كويز لان احنا المختبر طويل نوعا ما، راح نقسمه الى جزئين. المطلوب باتشر راح تجيبون وياكم باتشر او خلال هذا الاسبوع راح تجيبون وياكم لابتوب او تابلت او شنو اللي ممكن متنصب عليه المايكروسوفت اكسل. اوكي، راح يكون باتشر عندنا تطبيق لمختبر اليوم اللي راح نشرح الجزء، والاسبوع اللي بعده راح يكون التطبيق للتجربة العملية. فراح يكون عندنا كأنما ورك اسسمنت، راح نقيم الاداء. كل سب جروب، كل جروب صغيرونه او مجاميع صغيره، كل واحد كل جروب يجيب لابتوب واحد او تاب واحد بحيث انه تستعملوه. مو الخمسه يجيبون خمس لابتوبات، لا، مثلا انتم متعلمين تنقسمون الى بالمجاميع الى خمس جروبات، كل جروب من خمس طلاب، طالب واحد يجيب من هذه الخمسه اللي هنا. أنا اوكي ماماتي، انا اريد وياي احد على الشات ينطيني نوت اذا انقطع الصوت او صار في الديفكت، لانه اني فاصله الصوت مالتكم امي. ماشي، فراح نبلش على بركه الله. اول مختبر اللي هو حيكون عندنا بما يسمى بالكونستركشن اوف كاليبريشن كيرف. قبل ما نبدي بالمختبر راح نبدي نعرف شنو هو البايو فارماسيوتكس. Biopharmaceutics كتعريف هي the study of influence of formulation on therapeutic activity of drug product. هسه احنا خلينا نتفق على عندنا كذا صيغة راح نحكيها، اما formulation او نقول dosage form او نقول formula. اوكي، هذني كلها شنو معناتها؟ معناها صيغة دوائية. يعني أنا للدراج عندي مثلا باراسيتامول، هذا الباراسيتامول موجود كفورميليشن. يعني شنو كفورميليشن؟ صيغة دوائية، دوزج فورم، التي تحتوي على أشكال مختلفة، مثلا كإنجكشن، شايفين باراسيتامول إنجكشن، شايفين باراسيتامول كتابلت حبوب. أوكي، غير أدوية ممكن نشوفها ككابسول، ممكن نشوفها كبيلز، أو ممكن نشوفها كباتش على السكن. فهنا هاي different formulation، لكن هي المفروض تحتوي لي على the same active ingredients اللي هي الدراج. اوكي، هذا باختلاف الformulation راح يكون عنده اختلاف بالactivity. المفروض كلهن ينطن therapeutic activity، فاحنا هنا لازم ندرس تأثير الformulation على therapeutic activity of a drug product. أعطيكم مثال، من ناخذ احنا مثلا البانادول، بانادول اكسترا، واكو الباراسيتامول العادي. هنا اثنيناتهم يحتوون على الباراسيتامول، الماده الفعاله اللي هي الاسيتامينوفين. ليش واحد اشتغل خلال خمس دقائق وواحد احتاج نص ساعه؟ هنا صار عندنا هذا ان شاء الله راح تاخذوها الكورس الجاي والكورسات الجايه بما يسمى بالصيدله الصناعيه، وتبدي تعرف هاي الاشياء ليش بلشت تتغير عندنا، وليش هذه سموها بانادول اكسترا وهذا لا، او ليش هذا صار كبسوله وهاي صارت حبايه، هاي راح ناخذها بعدين. هسه المهم احنا عندنا كبايو فارماسي اني اركز على شغله اساسيه اللي هي اني من غيرت التصميم مال الجرعه مالتي، غيرت شكل الدواء، تغير عندي
الاكتيفيتي. فاذا انا لازم ادرس هذا التغيير، فشنو العلم اللي راح يدرسه؟ هو البايو فارماسيوتكس. بايو فارماسيوتكس كعلم واسع يتضمن لي علوم فرعيه، اللي مثلا انا عندي الفارماكوكاينتكس والفارماكوديناميك، وهذا الشيء مو جديد علينا، ماخذين انتو بالفارماكولوجي. فارماكوكاينتكس اللي هي اخذتوها الاي دي ام اي، ادم ابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اليمينيشن، صحيح؟ زين، هذا مش يدرس لي، يدرس لي الماثماتيكال ديسكريبشن، تعبير رياضي للبيولوجيكال بروسيس اللي هي which affect the time course on absorption and fate of a drug in the body، اللي هي absorption, distribution, metabolism and elimination. وبالتالي راح يقولوا لي انه الجسم هو اللي دا يأثر لي على الدواء. اذا الفارماكوكاينتيك الجسد يؤثر على الدواء، على عكس منه؟ على عكس الفارماكوديناميك. الفارماكوديناميك هو تأثير الدواء على الجسم، اللي هو انتو اخذتوه بالفارماكولوجي نتيجة ارتباط الدواء بالريسبتر صار عندي اكتيفيتي، اذا الدواء اثر على الجسد. فاذا احنا ندرس الفارماكوكاينتيكس والفارماكوديناميك، وكذلك من الفارماكوكاينتكس والفارماكوديناميكس، هي من اسمها كاينتكس يعني حركية، يعني اكو فد مو معناها تحرك، انما انه اكو فد دايناميك ريليشنشيب دي يصير within the body within the system. فاذا انا حاحسب الريت اوف ابزوربشن، الريت اوف ابزوربشن كل ما اسرع كل ما معناها الدول اونسنت اوف اكشن راح تتغير. rate of elimination راح ادرسه، ليش ادرسه؟ لان كل ما زاد عندي rate of elimination راح معناها الدواء ينطرح اسرع من الجسم. اذا معناها ايش راح احتاج؟ احتاج انطي الدواء، هذا الدواء انا اقول له اخذه once a day، بينما دراج ثاني اقول له 3 times a day. على اي اساس صار هذه 3 times a day or once a day؟ اعتمادا على ال rate of elimination rate of absorbance. من عندهم انا ابدي احسب ال half life اللي هو ياثر لي على ال frequency of administration. Okay, so that we can predict, okay, or can we determine the correct dosage regimen for maintaining a therapeutic level. تذكرون من كنا توب الثالث بالفارماكولوجي علموكم انه اكو steady state concentration، واكو عندنا ثلاث مستويات للدواء بداخل الجسم كبلازما concentration، اللي هو اقل من therapeutic activity يعطيني شنو؟ no effect. اعلى من therapeutic activity شرح ينطيني side effect او toxic effect. اللي راح يكون بالوسط شرح ينطيني؟ راح ينطيني optimum therapeutic activity. خلي أحاول أرسم لكم إياها. لحد هنا أكو أحد عنده سؤال؟ هذا مجرد required effect مثل ما نور قالت، عشان إيديكم اللي هنا أكو تمام الأمور، ماشي الأمور ماماتي؟ شكرا جزيلا لتجاوبكم. انا راح احاول استعمل البينت حتى ابلش اشرح لكم اكثر عن الموضوع. اذا احنا راح نبلش خلال هذه العملي ان شاء الله، خلال هذا الكورس راح نركز على الايفالويشن، تقييم الجرعة الدوائية الموجودة وتقييمها بصيغة in vitro and in vivo. شنو in vitro؟ مكتوب قدامكم ماماتي ال in vitro draw. خلينا نروح على draw وناخذ mean outside the body in the lab. اوكي، راح نسوي ظروف، سوري القلم شطح، معناها اسوي ظروف in vitro، معناها اسوي ظروف مشابهة لظروف الجسم لكن خارج الجسم. أحد يقدر يفهمني شنو الظروف اللي هي لها أساسية خارج الجسم ولازم أسوي لها maintenance، لازم أبقيها نفسها؟ أحد عنده فكرة؟ عاشت إيدك صفا، تقول temperature، درجة الحرارة تغريد. عاشت إيديكم. أول شيء درجة حرارة جسم الإنسان اللي هي شقد تكون درجة حرارة جسم الإنسان؟ 37. pH
pH أو المقياس الحامضية تختلف من مكان من جسد من جزء إلى جزء آخر بالجسد، حتى السكن إلى pH. يعني شنو؟ من يقول لك صابون الوجه لا تستعمله لصابون الجسد، أو صابون الجسد لا تستعمله على صابون الوجه، لأن السكن اللي موجود بالفيس يختلف، مستوى الرطوبة كذلك، الميديا، هاي كلها عوامل. أني وين راح أقيس؟ مثلا أنا عندي دراج راح أقيس مادة الفعالية. هذا الشغل إحنا بالحقيقة وين يفيدني؟ أني هسه هذا المختبر واحد يقول هذا الشغل وين يفيدني أني من أتخرج كصيدلي؟ ليش انطونا إياه صف رابع؟ لأنه أنت قريب التخرج، وإن شاء الله من راح تتخرج راح يكون هذا الشغل مفيد إلك فيما تعينت بالرقابة الدوائية بالصيدلة والتقييس. هذه هنا أكو عندنا هواي مجالات للتعيين، مو فقط تتعين كصيدلي بمستشفى او تتعين كصيدلي بصيدلي عمومي اللي هو الكوميونتي فارماسيست، لا ممكن تتعين بهذه المكانات، فانت تكون مسؤول عن انه الدواء ينزل الى السوق او ينسحب من السوق. اوكي، يعني انت من راح يجي الدواء تسمعون اكيد كل فتره وفتره الدراج الفلاني ينسحب من السوق، او تسمع كل فتره وفتره انه الدواء الفلاني نزل للسوق او انه الدواء بيه خلل. هذا منه الشغل، هذا شغل الصيدلي اللي هو موجود بالرقابه الدوائيه، اكو بالسيطره والتقييس، يعني اكو اصحاب القرار. هنا هذا صاحب القرار الصيدلي على اي اساس بروتوكول اشتغل؟ على اساس دراسته للبايوفارماسي. فانت ان شاء الله هذا المختبر راح ياهلك انه من تتخرج يكون عندك فد شغل تقدر تعرف انه انت هذا الدراج ممكن انزله للسوق او ما انزله للسوق. فمن اجيب لك مثلا الدراج يشتغل مثلا فقط بالمعده، انت تحضر تفحصه بظروف انفيترو خارج الجسم بظروف تكون مشابهه للمعده. اريدكم تنتبهون على نقطه مهمه ماما، اني بالنسبه لي كاسئله حيكون عندكم سؤال اكيد دايركت ككويز، لكن اكو سؤال حيكون استنباطي او فهمي، فممكن انه اجيب لك سؤال شنو هي الظروف اللي لازم مراعاتها لما نكون outside the body. اوكي، هذه لازم تعرفوها امي لانه احنا هسه حكينا عليها. اما الان فيفو مين inside the body، هنا لا تتذكرون انه اكيد سامعين انه جابوا فولنتيرز او وكاله ناسا تبحث عن متطوعين او يسووها انسايد انيمالز. اوكي، انيمال مودلز. اذا هنا عندي انا هوايه تيستات انه ممكن اسويها حتى اتاكد بالاساس من منو، اتاكد مال الانفلونس اوف ذا فورميليشن، اهم شيء اون ذا ثيرابيوتيك اكتيفيتي، لان المفروض اني اعرف الباراسيتامول راح يشتغل، بس ما اعرف الباراسيتامول الموجود بالحبايه من شركه اكس راح تشتغل او لا. اوكي، هنا راح يجي دورنا احنا طبعا باستعمال البايو فارماسي كعلم واستعمال الصيدله الصناعيه بالكورس الجاي باذنه تعالى. اذا راح نبلش باول مختبر اللي هو قلنا احنا قسمه الى قسمين. القسم الاول هو البريبريشن اوف كاليبريشن كيرف اوف ساليسيليك اسيد وذ ذا ابلكيشن اوف ستاتستكس. اما اني مرات راح تسمع اقول preparation، مرات اقول construction عملية بناء. اوكي، فلا don't panic، يعني it's just vocabularies. الاساس من عندها هو calibration curve. شنو calibration curve؟ انتو اخذتوا في مرحلة من المراحل اعتقد الصف الثاني بالفيزياوية، كنتوا تاخذون مجموعة set of data وكنت ترسمون محور الواي ومحور اكس، ترسمون مجموعة قيم وترسم من عندهم خط ويعطيك قيمة unknown، وهذه unknown مثلا يعطيك قيمة اكس فقط ويقول لك جد الواي وانت تسوي extrapolation، وهسه هم راح نشرحها بفيديو صغير هماتينا حتى نتعلمها وتطلعها. هذا اني شنو هذا هو اللي كانوا يعطيكم اياه كبيسكس وترسموه على ورق بياني اذا تتذكرون. هذا اللي انتم كنتوا تاخذوه. احنا راح نستعمل الكونسبت ببناء كاليبريشن كيرف. شنو يعني كاليبريشن كيرف؟ كاليبريشن كيرف اني اريد فد شيء اسوي معايره. يعني شنو معايره؟ يعني انا قبل ما اضبط لازم اضبط الامور يلا ابدي اشتغل. فاذا هو كيرف از بريبيرد فروم ا سيريال او سيريز اوف ستاندرد سوليوشن تو بي يوز از ا ريفرنس كيرف. شوف هنا as a reference curve، حتى شو اسوي؟ اطلع ال unknown sample مثل ما كنا نسوي بصف ثاني. وكنتوا ترسموها بطريقتين، يعني ترسم ال x versus y وتجي تحط النقاط
مثلا نقطة هنا تطلع، نقطة هنا تطلع، نقطة هنا تطلع، وتيجي ترسم بخط متجانس وتطلع السلوب. هسه همتين راح نحكي بيه عنها شوية. فعندنا طريقتين اللي هي الاي فيتنج عن طريق انه بعينك انت توازن، او مثلا ليست سكوير فيتنج. شنو هو الليست سكوير فيتنج؟ راح نفتهمك اكثر شيء كفيديو. خلينا نفرض عندي هذا المثال، اوكي؟ عندي قيم اكس اللي هي 1 2 3 4، قيم واي هسه انا ما حاطه وحدات regardless، انه انا مجرد اريد افتهم الرسم، بعدين راح نبدي نحكي بالوحدات وسوالفها على البارت الثاني من هذا اللاب ان شاء الله. تذكرون كنتوا تاخذون هاي الورقه البيانيه هذه؟ تذكروها اوكي؟ هذه كنتوا تدخلون عليها هاي الارقام، انا مصوره كتسجيل فيديوي. اوكي اللي راح يشغل شلون I have no idea. اوكي نرسم انا وياكم الطريقه، نرسم انا وياكم الطريقه كتابكم. رسمنا هسه ببرنامج البينت، رسمت استعملت الداتا اللي موجوده عندي على اليسار اللي موجوده على الباوربوينت، جبت النقاط، رسمت الاكس اكسس ورسمت الواي اكسس وجبت النقاط نقطه نقطه بالارقام الموجوده عندي وسويتها بارقام مضبوطه. راح اجي اضبط الارقام بما يعني شيء بما يقابل شيء، مثلا رقم واحد يقابله 0.5 راح اجي ارسمه، الاثنين يقابله الواحد راح اجي ارسمه كذلك، والثلاثه يقابلها الواحد ونص، والاربعه يقابلها الاثنين. بعد ما راح اكمل رسم راح ابدي اسوي الخط المستقيم اللي يمر بيناتهم، راح احاول اجانسه اكثر حتى يمر بالسنتر لهذه النقاط وابدي ارسمه. هذا الشيء كما اخذيه سابقا مو جديد عليكم. بعد ما راح نبدي نشتغل هذه السيتس كنتوا تحسبون السلوب، مو صحيح؟ السلوب يساوي دلتا واي على دلتا اكس، دلتا واي يعني هي الواي 2 ناقصا واي 1 على اكس 2 ناقصا اكس 1. فبهاي الحاله راح ابدي، اذا تتذكرون كنتوا تاخذون خط مستقيم توصلوه مثل المثلث ترسمون حتى تطلعون قيم اكس، عندكم هذه النقطة العليا هي حتكون اكس 2 فاصلة واي 2، بينما النقطة السفلى هي حتكون اكس 1 فاصلة واي 1. فهذه أنا عندي مثلا يعطيكم، هو احنا تذكرون اذا يعطيكم unknown مثلا اللي حصير عندي اريد اسوي نقطة مجهولة مثلا، خلينا نقول اي رقم من الاربعة من ثلاثة، خلينا ناخذها فشي معقول حتى نقدر نرسمه. خلينا نختار التول الصحيحة. اوكي خلينا ناخذ الواحد وخمسة وسبعين بالمية، ما عندي انا قيمها مثل ما تشوفون يمكم، اذا انا راح اخذها واسوي لها extrapolating، انقط الى حد ما اوصل الى الكيرف وبعدين ارجع انقطها باتجاه extrapolated toward the x-axis، وعلى اساسها اعرف القيمه اللي هي تقريبا راح تطلع عندي واحد ونص. فهنا أنا صارت عندي القيمه المجهوله. هذا انا اللي دا احكي كله في حاله انه النقاط كانت مثاليه والديتا اللي عندي مضبوطه 100%. ستيل ممكن انه انا دخل الخط مو صحيح. لنفرض انه انا النقاط اللي عندي كانت عندي نقطه هنا، نقطه هنا، نقطه هنا، يعني متفرقات. زي منو قال هذا الخط اللي انا رسمته صح؟ تذكرون كان اقول لكم انه هذه النقاط ارسموها بما تتجانس، لكن هذا الكلام مو صحيح، لانه ممكن انه هذا اللاين اللي انا مررته ما راح ينطيني النقاط الصحيحه. فبالتالي هذا الخط اللي انا رسمته منو قال انه هو صح؟ فبهاي الحاله هذه الميثود is not reliable وغير صحيحة، بالتالي نحتاج الـ least square method. اوكي هسه احنا لهنا أنا اوكي، هذا طبعا اني الفيديو مقتطعته من تصوير من زمن الكوفيد، كنا نشرحهم اونلاين، فهسه مقتطعي
وثبتها يومكم بالباوربوينت اللي نازل على البروفايل الاكاديمي. زين شنو الليست سكوير ميثود؟ هسه هذا الفيديو اللي شاورت لكم اياه قبل شويه، هذا الى علاقه بمن؟ الى علاقه بالاي فيتنج، اوكي؟ انه اعتمادا على العين، بعيني شفت هاي النقاط، بعيني خليت الخط، عينك ميزانك، اوكي؟ احنا مسامعين هذا المثل. زين شنو الليست سكوير ميثود؟ راح اشغل لكم هذا الفيديو ماما وشوفوا شنو راح يحكي بهذه الشرح. Hey everybody, the purpose of this video is to hopefully explain to you all why a least squares regression line is called a least squares regression line. So what I've got here is 5 points in the coordinate plane. I put them all in the first quadrant to make them easier to see and try to use nice coordinates. I'm going to go ahead and turn their labels off just to make it a little bit easier to see what's going to come next. Now, if you look at these points one of the things you should always do with your data is take a look at it. You know, does it look line-ish? Does it look linear? Okay, these 5 points here tend to look left to right as if they're rising. So you might think, okay, I can get extravagant, maybe think it looks cubic or something like that. But you know, probably the simplest model is they look kind of like a line. So the question, of course, is which line is it? Well, here's a line. There's a line. There's a line. And there's a line. There's lots of lines we could potentially put through these points. But the question is, which one is a line that describes them the best? This is part of what your project is all about. So obviously that one is missing them quite a bit, as is that one. So it looks to be maybe something somewhere in here. Somewhere, yeah, maybe like that. Okay, so the question is which? Because I could then move it a little tiny bit like that and say, oh, look. That's pretty good too, as is that, as is that. So we need a measure of how well each of these lines is, if you will, fitting the points. Now what statisticians have come up with is something called a residual. Here are the residuals. So supposing this line right here is fitting your data, these little green lines are showing you how, if you will, off the line is from the data. Some of the residuals are positive. This one down here is negative, okay? In the ideal world of a best fit line, which we're eventually heading towards, a best fit line, the sum of the residuals is zero. Now you might remember why that is from our talk about standard deviation back in your first stat course. If you talk about the sum of the distances of all the data points in a set from the average of that data set, the sum is zero. So statisticians overcome that in the measure of standard deviation by squaring the differences. And that's exactly what we do here. We're going to take these measures and then we're going to square them. So this is geometrically what that would look like. Take each residual and then square it, okay? So now you're starting to see why the word squares is in the phrase least squares. The trick is, why is it called least squares? Well, if you measure the areas of all 5 of those squares, this is 1, 2, 3, 4, and 5, just for reference. Here are some areas I've got for those 5 squares right there. And down here is the sum of those areas. Now the units, just so you know, the units on these squares are meaningless. It's just to throw a number out there. There's definitely a unit you want to use when you're measuring this, and you know, the project will discuss that. But now, as you move the line around, you see what happens. The squares, which are a representation of the squared error, change as the line moves. Kind of cool, huh? So you can see the further we get away from the data, the bigger those squares get. So what you want to do is you want to finagle those square areas until you've minimized the error in those squares. So what I'm going to do here is I'm going to throw the equation of this line that I'm messing around with right here. What I want you guys to do is, as I'm finagling, I want you to watch that sum of squares. We can make it very large by making the line extraordinarily ridiculous. Or we can make it smaller as we drag it down like this. So it's getting pretty small, pretty small, pretty small. Let's mess with it a little bit. Oh, wait a minute. Hang on a second. Hang on a second. 0.7, 1.1, 0.8, 0.7, 0.6. Okay, getting pretty small, getting pretty small, getting pretty small, getting pretty big again. Now, it turns, you know, very magical. I knew the answer in what the best fit line is, and if I get down to it, it's right about there.
that line, 0.35x plus 0.55, is the best fit line for these 5 points. Now, as you might guess, لاحظت الرسم ماما، انتبهت على التوضيح اللي هسه هو طلع بالفيديو. حاول انه يخلي اكثر من خط، حاول يخلي اكثر من طريقه، بالتالي بحساب الستاندرد ديفيجن، بحساب الريزيدوال، بحساب انه شاف انه شقد، ومن اسمها صارت سكوير. ليش سكوير؟ لانه اخذ الريزيدوال تربيع، يعني الفرق ما بين الخط وما بين النقطة سماها residual، وأكو residual بالpositive لأن هي فوق الخط، وresidual بالnegative لأن هي تحت الخط، وبعدين سالها تربيع والsummation مالتهم، أقل summation أخذه. ليش؟ لأنه شفتوا شو أثرت على منو؟ أثرت على المعادلة الفوق اللي كانت أكو مكتوبة y تساوي رقم زائدا رقم في x. زين، هذا المعادلة إذا تغيرت بالتالي قيمة الأنون بالكامل تتغير. من راح تتغير عندي قيمة الأنون، راح تأثر لي هواية. زين هسه واحد يقول لي اعطيني فد مثال حتى أفتهم. أعطيك فد مثال حتى تربط أكثر. سوري، أني راح نشتغل إحنا كاليبريشن كيرف لي صلصالك أسد. هذه التجربة اللي هنا أنا. أوكي، هذه التجربة اللي راح نشتغلها، راح نجي نرسم كاليبريشن كيرف. ليش زعل؟ اوكي، راح نجي نرسم كاليبريشن كيرف. سوري، عندي مشكله بالقلم. اوكي، غلسوا على الخطوط المايله. راح نجي نرسم سالسوليك اسيد اللي راح نرمز له اس اي. اوكي، هذا انت شغلك مثلا بالرقابه الدوائيه، حسوي كاليبريشن كيرف، راح تجي ترسم نقاط مثل ما رسمناها، وترسمها لازم نقاط مضبوطه ما بيها اي مجال للخطا، وتطلع من عندها معادلة اللي هي تتذكروها كانت معادلة الخط المستقيم C زائد BX. تذكروها لو لا؟ هاي المعادلة مطلوبة نحفظها، راح نمر عليها بعد شوية، لا تستعجلون. فأني مثلا أنطيك قيمة Y، فأنت بالمختبر الجاي إن شاء الله راح نربط ويا هذا المختبر، حقدمه أخر بالمختبرات حتى تعرف فائدة السالسلك أسد. فتجيك السالسلك أسد وين موجود؟ مثلا بالأسبرين مثلا. فراح يجيك عينة، أنت أقول لك دكتور فلان أو دكتورة فلانة افحصي لي هذا الأسبرين، ممكن أنزله للسوق أو ما ممكن أنزله للسوق. فأنت أو أنت راسم لي الكاليبريشن كيرف ومضبط المعادلات عندك بالمضبوطة. أوكي، ما نستعمل بعد الليست الآي فيتنج اللي هي كنا نستعملها صف ثاني، لا، راح نبدي نستعمل الحسابات المضبوطة المتطورة الدقيقة، حتى لأنه هذا مثل ما يقول بها أرزاق ناس وصحة عالم. يعني أنت شايل الكفتين مال الميزان بإيدك، فيعني ما تقدر تظلم أحد، فلازم تضبطها بالمضبوط. زين، إذا هسه أنا راح أنطيك قيمة واي، راح أنطيك الأسبرين، راح تاخذ منه جزء تحلله تذوبه تخليه بالجهاز، راح ينطيك قيمة واي، وهسه نفتهم شنو قيمة واي بعد شوية. أنت مطلوب منك تحسب قيمة إكس، هذه الإكس شوية صارت لي غاد. أوكي، هذه، فأنت هذا راح يصير عندك هذا معلوم، السي معلوم، البي معلوم، لأن طلعناهن منين السي والبي؟ طلعناهن من الكاليبريشن كيرف أو من المعادلات اللي نحسبها بعد شوية. إذا أنا عندي مهم الأكس اللي هو الأنون حتى أعرف قيمة الأسبرين الموجودة. هاي إن شاء الله راح ناخذها الأسبوع الجاي، مو الجاي، المختبر الجاي عفوا، حتى تبدون تعرف تربطون ما بين استعمال الكاليبريشن كيرف بحياتنا الحقيقية، وهل إحنا فعلا نستعمله؟ إيه نستعمله. فلهالسبب أي خطأ برسمك للخط، شفت إنه هو رسم هيج، ممكن ترسم هيج، ممكن ترسم هيج، كل خط إلى معادلة خط مستقيم، بالتالي كل خط إلى قيمة X وكل خط إلى قيمة Y شكل. إضافة يعني إضافة إلى أنه ليش قيمة X و Y تختلف؟ لأنه قيم B و C راح تختلف. هسا شنو قيم C وشنو قيم B؟ هسا راح نسولف عليها. هنا أنا هذا الحكي اختصاره هو الفيديو. الجهاز اللي قلت لكم عليه، هذه هي المعادلة اللي أريدكم تحفظوها. أوكي، هاي المعادلة يعني مهمة جدا 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 جدا، وممكن تجيك ككويز مسألة. أوكي، زين،
الاكس شي يمثل لي يمثل لي concentration اللي هو احنا نرجع الى تعريف الكالبريشن كيرف شنو هو series of شنو standard solution استعملناها ك concentration اوكي هذا تعريفه اذا هنا ايش راح نسوي الاكس هو concentration الواي هي شنية هي الابزوربنس الابزوربنس عندنا نوعين من عندها هنا نشوفه مكتوبة الواي فاليو لها observed value calculated value شو يعني observed observed يعني شفتها بعيني من اسمها observed شفتها بعيوني اوكي خليت جهاز اللي هو راح نحكي ان شاء الله عليه بالقسم الجاي هذا الجهاز خليت به العينة الconcentration وهو قرالي قيمة طلع لي هذا الرقم تشوفون هذا الرقم هاي نسميها Y اللي هي absorbance بس هذه يا Y منهم calculated لو observed شو تقولون ماما observed لو calculated observed عاشت ايدش طيبة observed value ليش observed شفتها بعيني ما حسبتها calculated calculated يعني ورقة وقلم زين هاي ال observed ما رح تفيدني احتاج اطلع ال calculated حتى قلنا احنا لازم نسوي حسابات مضبوطة حسابات المضبوطة نعتمد على هذه المعادلة اوكي فهي شوف شو حط لها حط لها هاي ال accent اللي هي او الهايفة هاي ال y prime اوكي فحتى اميز ال calculated عن ال non calculated فال y calculated value أريد أحسبها من أحسبها من هاي المعادلة c زائد bx ال x عندي أني أساسا لأنه هو series of concentration أو series of dilutions بقى عندي أحسب ال b وال c بالطريقة القديمة أيام قبل أنتوا كنتوا تحسبون ال c هو ال intercept حتى ما تنساها بقى c intercept هذا حرف c ثاني أوكي حتى ما تنساها slope b اوكي ودائما السلوب ملاصق للاكس حتى لا تتيه بالمعادله المفروض هذه احنا مال صف ثاني احنا ايام قبل كنتوا شو تسوون كنتوا تاخذون الخط تسوون تكملون الخط وتشوفون هنا النقطه تقولون هذا هو الانترسبت وتجون ترسمون هذا المثلث وتحسب لي قيمه السلوب مو هذه ايام زمان هسه احنا بعد ما عندنا ايام زمان نريد نحسب قيمه الاكس البي والسي مضبوطة ها هي معادلة البي وها هي معادلة السي don't panic ما أريدكم تحفظوها أوكي اللي أريد تحفظها يا معادلة ماما هاي المعادلة أوكي زين اللي هي معادلة الخط المستقيم زين هنا هذه حتى أطبق هاي الهوسة اللي دا أشوفها أسوي الجدول بالتالي عندي آني X هاي قيم X قيم Y summation of x summation of y اخذ x تربيع اخذ x في y وبعدين اطلعتهم لي هنا كليتهم راح اجي على هذه هنا اجي اسوي تطبيق مباشر تخيل هذا انت تستعمل ورقه وقلم تسوي كل هاي الكالكوليشنز ايش كذا راح تطول من عندك وقت راح تاخذ من عندك وقت كلش 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 طويل وممكن نغلط لانه احنا راح نستعمل حاسبه وكالكوليترز ورقه وقلم وممكن ما ننقل صح هنا احنا ايش راح نسوي we can use excel فانا راح اسوي راح اسوي شير الى الاكسل لان مثل ما اتفقنا احنا اسبوع هذا اسبوع ايش راح نجيب حنجيب ويانا لابتوب او تاب او اي شيء عندك يحتوي على المايكروسوفت اكسل بشرط انه قابل على ان يرسم ويطلع لي داتا مو فقط ينطيني فانت تتحضر انه شوف select items to share choose apps hold on خلي افتح الاكسل اوكي اوكي هذا الاكسل continue طلع قدامكم ماما الاكسل ماماتي طلع عاشت ايديكم شكرا شكرا للي دي شاركون وياي جدا اشكركم اوكي اذا هنا انا هسه اني عندي هذا الاكسل اللي احنا لازم نجي نطبق هذا الجدول حتى نرسم شوفوا قبل شفتوا شو تسوون تاخذون هذه القيم تروح على insert سوي لها اول شيء selection
تروح على insert تجي على هذه scattered تختار هاي النقاط. مرات تطلع عندك هذه القيم بالعكس، الرسم يصير بالعكس. كل اللي عليك تروح على هذه تأشر على ال x axis، بس تأشر عليه توقف عليه هيك اوكي على النقاط، دبل كليك تروح تسوي value in reverse order. مرات يطلع لكم هالشكل اوكي، اذا طلع لكم هالشكل بس روح تسوي دبل كليك على ال x axis وشيل هذا الصح، راح تطلع لك الرسمة الصحيحة. هسه اولا سوينا لهم سيلكشن، رحنا على انسرت سكاترد، بعدين راح نجي على البلس اد تريند لاين اوكي، او تقدر شو تسوي، تقدر تروح على النقاط دبل كليك رايت كليك اد تريند لاين، حينطيك الخط. من انطاك الخط راح تروح عليه اجين اللي تسوي، اما اذا هو ما طالع عندك من هنا تروح عليه للتريند لاين كمان. Format Trend Line راح تروح تختار Display Equation. شوف أنا من سوي Display Equation هذه صارت عندي اللي هي هذه الشي تمثل لي. كبر الخط شوية، واضحة؟ سؤال، هذا قلنا كل قيمة لازقة بصف الأكس هي شو تمثل لي ماما؟ كل قيمة بصف الأكس شو تمثل لي؟ البي لو سي؟ بي، عاشت ايديكم بي. اذا هنا قيمة السي هي شت شقد ماما؟ احد يعرف قيمة السي شقد؟ صفر، عاشت ايدي الصفا صفر. اذا هنا انا عرفت المعادلة مال الخط المستقيم صارت عندي جاهزة. هذا بالرسم التقليدي اللي انتو ترسموه. انا ما اريد ارسم هذا الرسم، انا اريد معلومات صحيحة، داتا صحيحة، حتى اكون الكاليبريشن كيرف مالتي صح والنتيجة اللي انا اسويها صح. فش راح اسوي؟ راح اتبع النتائج اللي راح اشتغلناها بالباوربوينت اللي شفناه قبل شوية اللي هن هذني حتى اطبق هاي المعادلتين. فانتوا ايش راح تسوون؟ انا ان شاء الله باكر او خلال هذا الاسبوع انا والدكاترة راح نعطيكم ارقام، مو هاي الارقام، كل جروب راح نعطي الارقام شكل تماما اوكي. هاي الارقام اللي راح نعطيكم اياها راح تيجي تطبقها انت بالاكسل، حتحط الاكس هاي قيمه وتحط قيم الواي، بعدين تجي تطبق الجدول. راح شو تسوي هنا؟ راح نسوي summation of x. قبل ما نسوي summation of x نحتاج number حتى نعرف العدد مالتهم. insert خلينا نقول number اوكي. كم هذه sample؟ واحد، هذا sample عدد، اثنين sample، ثلاثة sample، أربعة. ايش كم sample انا انطيك؟ انت تكمل هنا. فهنا شو راح نسوي؟ عدد السامبلات تحفظ يا دالة تستعمل، راح نحكي بشيء اسمه الدوال اللي هي دالة احسب العدد. فاحسب العدد يعني count اوكي. فشيء اول خطوة تسويها تخلي علامة يساوي وراها تكتب count يعني احسب لي، تختار الكاونت سوي selection الهن كلهن انتر، صار عندي العدد اللي هو هذا n شي يساوي لي أربعة. راح أخليه highlighted، أعيدها شو نسوي؟ راح أخطيه بغير مكان، يساوي لازم تبدي بال يساوي count okay. هو راح يقترح عليك تسوي له selection للأرقام enter، صار عندي أربعة. ليش الأكسل ممتاز؟ الأكسل ممتاز لأنه لنفرض أني قررت أمسح هذا السطر، أنطيه delete، شوف الكاونت تغير تلقائيا صار ثلاثة. أنا غلطانة نقلت من السبورة رقم إضافي زايد، فمعناها راح أعيد حساباتي كلها؟ لا، شوف إنه هو رأسا الأكسل صلحها إلي. أنا غلطت مسحت غلط، إذا لازم أرجع أنطي أندو اللي هو تراجع، فراح ينطيني إياه، رجع لي إياها ورجع لي العدد. هسا نريد نسوي هذه summation of x، شو راح نسوي؟ أول خطوة هي شنو؟ يساوي وراها sum sum summation، راح نختار القيم اللي نريد نجمعهم. غلطت هنا قيمة x مو 2 مثلا 1.8، شوف عدل إياها تلقائيا أوتوماتيكيا صلح لي إياها، فما راح أحتاج إنه أرجع بحساباتي اليدوية
وهو هذا الهدف أن نتعلم جزء مهم بحساباتنا. summation of y هم نضيف coloring. summation of y نفس الشيء يساوي لازم أبدي باليساوي sum summation دبل كليك عليها أختار الأرقام وصار عندي حققت ال n حققت هذا وحققت هذا. هسه أريد أحسب summation of x تربيع راح أجي أسوي x تربيع هنا x للأس تربيع راح أنطي هاي العلامة اللي هي يم رقم 6 تكون بالكيبورد هاي رقم 8 بالعربي أوكي صار فوق رقم 6 بالكيبورد تربيع. شو راح نسوي لهنا؟ راح نقول يساوي أما أقول هذا الرقم في نفسه حتى أسوي التربيع أو أنطيه يا كدالة أس 2 انتر. هسه هذه كلها أسويها؟ لا، أسوي drag and drop. من تأشر عليها تشوفون صار لونه أسود، وهذا هنا أكو نقطة بعد المؤشر كان لونه زائد أو صليب أبيض منتفخ، من وصل عليه صار شوفوا صليب أسود لكن thin. راح أسوي أأشر عليه drag and drop، شوفوا صار عندي تربيع الأربعة 16، تربيع الثلاثة 9، غلطت هنا أنا ما عندي ثلاثة، خلينا نقول 5 مثلاً. شوف تلقائيا سواليها 25 وتلقائيا غير لي الرقم هنا. فهذه واحدة من الأساسيات الحلوة. نفس الشيء summation of x هنا يساوي بقى حكتب sum ما سوالي شيء ما طلع لي شيء sorry. بينما من أنطي يساوي sum شوف اليساوي هي الكي هي المفتاح حصلت على 30. راح أجي أطبق x في y هنا نكتب x في y راح نبدأ باليساوي نضرب هذا الرقم بس أأشر عليه أنطيه في اللي هي شفت ورقم 8 وأنطيه هذا الرقم enter ضرب لي رقم في رقم نفس الشيء drag and drop نفس الشيء يساوي sum summation select the data enter صارت عندي البيانات موجودة. هسه شنو المطلوب من عندي؟ المطلوب من عندي أروح أجيب هذه القيمة مال B أوكي هذه القيمة Ctrl X Ctrl خلينا نخليها هنا V أريد هذه القيم أسويها. فش راح أسوي؟ راح أسوي قيمة معادلة أكتب كل بساطة يساوي أفتح أقواس خلينا نكتب هنا قيمة B أول شيء يساوي لازم يساوي N اللي هو هذا أول شيء ما دام عندي بسطين وهواية أقواس أفصل بأقواس فيساوي افتح قوس كبير حتى تفصل البسط عن المقام أخلي قيمة N اللي هي من يا هذه حسب هذا الجدول خلي أشيلها حسب الجدول N هي هذه أوكي فإذا هذا يساوي أفتح قوس كبير أخلي قيمة N في يا قيمة X في Y اللي هي هذه summation هذه ناقصا افتح قوس summation of X في summation of Y سد القوس سوري وارجع سد القوس الكبير تماما قفلنا القوس خلي تقسيم ارجع خلي قيمة N مثل ما موجود عندك هنا أنا غلطت لازم نفتح قوس حتى نفصل البسط عن المقام بأقواس راح أخلي N في summation of X تربيع اللي هو من هو في summation X تربيع اللي هو هذا ناقصاً summation x تربيع فأفتح قوس اللي هو هذا تربيع أنطي التربيع سد القوس enter نطاني قيمة b قيمة c إذا أريد أسويها نفس الشيء راح أجي أخذ قيمة c هذه راح أمسحها وراح أسوي تضمن مباشر c يساوي t هو هنا راح يكون عندي
افتح قوس افصل البسط عن المقام باقواس summation of y اللي هي هذه. شوفوا ما الشر، ليش ما الشر؟ لان ما انطيته اني يساوي افتح قوس summation of y ناقصا b اللي هو هذا، بما انه عندي اكثر من داله راح افتح قوس اضافي هذا في summation of x اللي هو هذا، سد القوس الاول الداخلي وسد القوس الخارجي. اوكي، تقسيم شقد؟ خلي التقسيم n اللي هو هذا، انتر صفر. تذكروا قبل شويه من رسمت لكم الرسمين x في y، طلع لي قيمه x و y طلع لي قيمه c، تذكروا طلع صفر، وقيمه ال b طلعت 1.5. فهنا أنا متأكدة إذا الرسم مالتي دقيق، بياناتي دقيقة، وحساباتي كذلك دقيقة. إذا اللي هنا خلص البارت الأول من المختبر. إذا أحد عنده سؤال أنا راح أسوي ميوت، اللي عنده سؤال الميوت ويسألني. أحد عنده سؤال ماما؟ باش راح يكون عندنا تطبيق عملي بهذا الحكي ماما، فيعني أي واحد عنده مفاهيم الشي راح يعني تنحسب درجة، كأنما حساب درجة. قيمة X تربيع ممكن تأيديها اللي هي كدالة، يعني نور أوكي. إذا نور تحتاجين تفتحين المايك، تقدرين تفتحين المايك ونبدي نسولف. شير، سيلكت ايتمز تو شير. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور قيمة التربيع ما اقدر اطلعها. اوكي هسه نتعلمها. هسه هذه اكس، انا اريد احسب قيم اكس تربيع. اوكي راح اجي هنا أنا. اكتب اكس تربيع. اوكي عندنا بالكيبورد مال اللابتوب اكو رقم الارقام 1 2 3 4 لي فوق اول سطرين. رقم 6 اكو فوقه رقم مثل الاشاره المثلث مفتوح من جوا، او مثل الثمانية بالعربي. اوكي شو تسوين؟ تسوين هو التربيع شنو الرقم في نفسه. عندك حلين، الحل الاول انه تاخذين الرقم، اول شيء نبدا باليساوي، ناخذ الرقم ونروح نحط هذه الإشارة اللي هي شيفت ورقم 6 سوية، شيفت ورقم 6 سوية. أوكي وراها أخلي يا رقم أس شقد، هي هاي معناها هذا الإشارة معناها أس، فأس 2 اللي هو تربيع. بعدين أسوي drag and drop حصلت الأرقام، أو لا نسيت هاي الفكرة مال الدالة، أو ما أعرف أسوي شيفت ورقم 6 سوية. اكو اكثر ابسط من عندها اللي هي تاخذين الرقم تقولين يساوي اكس تنطيه في، ترجعين تضربيه في قيمه اكس مره ثانيه، الرقم في نفسه صار عندي تربيع. اكو طريقه اخرى اللي هي سكوير، سكوير اي جس ما طلعها، اتس ماي باد. اكو داله سكوير اللي هي التربيعية دايركت، مشكلة الاكسل it's just like an ocean. So far اللي هنا أنا اوكي عاشت ايدك تدللين كل الهلبيج. اكو احد سألني سؤال نور مأمون، دكتورة اذا اكو سؤال، طبعا حبيبتي لازم انه احنا راح السيستم حيكون كالتالي، راح ندخل الصبح ان شاء الله حضور، ناخذ الحضور عما يكمل العدد. طبعا انتم تعرفون المختبر العملي حيكون ساعة واحدة فقط مو اكثر. اوكي ماما، فهاي الساعة الوحدة يعني يا دوب احنا راح نصير شوية كلش مكبوسة يمنا، فنحاول نلتزم بالوقت. اوكي حتى الحق اطلعكم قبل 5 دقائق او 10 دقائق من نهاية المختبر، حتى تلحقون توصلون لمختبراتكم البقية. فانتوا لازم تجوني على الوقت. عدا مختبرات الصبح اكيد راح نعطيهم في الفلكسبيليتي 5 دقائق او 10 بالزايد، فراح يكون عندنا الحضور.
أثناء الحضور رح نسألكم أحد عنده سؤال، أحد عنده استفسار، رح نبلش نسولف. اللي عنده استفسار يقدر يجي يسولف هنا أثناء الزوم أو أثناء الميتينج أو أثناء الفري كونفرنس. اللي عنده سؤال ويستحي يقدر يدز عن طريق ممثل المرحلة، إيميلي موجود، أي شيء تحتاجون نتواصل. فيعني ماكو فد ليميتيشن بالتواصل، ماكو ليميتيشن بالكوميونيكيشن ما بيناتنا. وراها راح نبلش نتقسم إلى مجاميع، أما ككويز أو يكون عندنا لا كتجربة عملية أو كورك أسسمنت. يعني باكر إن شاء الله حيكون عندنا ورك أسسمنت، يعني باكر راح أقيمكم، راح نفتر عليكم إحنا كدكات، يعني أنا الزميلات الدكاترة، راح يكون عندنا احنا تقييم لادائكم لنتائجكم. جماعه الاحد وضعكم كريتيكال، عندكم تقريبا 5 جروبات الاحد، يعني اتس نوت فير انه انا السبت اشرح وتيجي الاحد راسا تمتحن او كويز او يكون عندك اسسمنت قوي. فاني برايي انتم بعد يومكم السالفه ماما، انا اللي اشوفه انه جماعه الاحد يتاخرون اسبوع. يعني مثلا لنفرض باكر كويز، ماكو كويز بس لنفرض، برايي اني اقول انه باكر ما تمتحنون الاحد اللي بعده، يعني كانما باخر اسبوع فقط جماعه الاحد يجون يمتحنون، يكون اخر كويز يعني اخر نهايه الكورس. عندكم انتم اقتراحات اخرى او ما عندكم مشكله يجوز تسبع مثلا اني ام ورينج تو ماتش، انتم اذا هالشكل ما ماتي تقدرون تجون بمقترحاتكم دزوها عن طريق ممثل المرحلة أمي وقولوا لي. أما بما يخص جروب باتشر فأكيد إحنا راح نكون وياكم متساهلين ماما، لا تخافون، السالفة إن شاء الله سهلة، ويعني هي ترى تطبيق مباشر، راح تكونون 5كم سوية، واحد يحكي ويا الأخ يعني كسب جروبس، فكل واحد راح يتناقش ويا الثاني ونعطيكم وقت، يعني هي ماكسيمم نص ساعه كل الزايد اصلا، يعني انه بس انا اذا اشوفك تعرف ترسم تستعمل الاكسل. اوكي ماما.